الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. أهلا وسهلا بكم من جديد يا أخوة في برنامجكم. وذكرهم أرقام التواصل راح تكون موجودة معكم على الشاشة، ونسعد بمداخلاتكم. واليوم الحلقة نقدر نقول إيمانية شوي، يعني نحتاجها في حياتنا العملية مع من نصادف في الطريق، في العمل، في المنزل، مع الجار، مع يعني لا مفر منها. الله عز وجل خلق يا إخوة يا كرام هذه البشرية يعني يتفاوتون، فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم الوسط وفيهم المعدوم وفيهم المسكين. قدر الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة الله عز وجل قدر مقادير الخلائق كلها. يعني الله عز وجل يا إخوة كتب الآجال وكتب الأرزاق وكتب حياتك، هل هي في سعادة أو هي في تعاسة. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن أول ما يخلق الإنسان في بطن أمه الله عز وجل يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وحياته، وسعيد أو شقي. مكتوب وأنت في بطن أمك، هل ستعيش حياة فيها سعادة، فيها تعاسة، فيها رزق، فيها فقر؟ حتى الآجال مكتوبة متى ستموت. قبل خلق السماوات والأرض يا إخوة يا كرام 50,000 سنة الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، كما جاء في الحديث الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم قال له أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرت مقادير الخلائق كلها. اليوم الكلام يا إخوة يا كرام راح يكون عن الفقير، عن المسكين، عن المعدوم، عن المحتاج، عن مكسور الجناح، عن صاحب الدمعة، عن أسير النفس، عن من ينطوي على زاوية الجدار ودموعه على عينيه بسبب قلة ذات اليد، وبسبب ضيق الحياة، وبسبب ما يمر فيه من أحداث وهموم وغموم وأكدار وأسقام التي تكدر صفوة حياته. يا أخوة الفقير، وما أدراك ما الفقير؟ تلك النفس التي قد تنام ولا يوجد معها في بيتها أو في جيبها شيء من المال أو الطعام اللي تستطيع أن تسد فيه قوت يومه. الكلام عن الفقير طويل، لكن عندنا فاصل قصير ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الكلام يا إخوة اللي توقفنا معه. يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الخبر: ليس منا من لم يهتم لأمر المسلمين. هناك يا إخوة شريحة كبيرة جدا، إذا أنا وأنت والمشاهدين المستمعين يحط راسه وينام وهو مرتاح شبعان ماكل وشارب، اللهم لك الحمد، والله لا يغير علينا. هناك غيرنا يا إخوة من يتقلب حقيقة من الجوع ومن الفقر، من يعني، وأنا أعرف ومرت علينا يعني نماذج من الناس يعني بطريقة
أنت مش متخيلينها ترى. لما بنتكلم بيقول والله أنت فيصل سلبي، لا الدنيا بخير. إيه الدنيا بخير الحمد لله، والكل ماكل وشارب، لكن هناك أناس فعلا يعانون. لكن يا أخوة لازم نفهم شيء، إن في شريحة في المجتمع عندها عفة وعزة نفس، ما تقبل أن تمد إيدها لكل أحد، ولا تقبل أن يعني تسأل الناس. يبقى يتقلب في بيته من الجوع، ما عنده وظيفة، ما عنده سيارة، ما عنده وما عنده، ولا أنه يسأل الناس. يا أخوة قبل ما أنا أتكلم وأذكر شو له الفقير هذا من حقوق وواجبات، شو له من احترام، شو له من أمور لابد أن إحنا كأفراد نعيش في المجتمع، لابد أن نتكاتف في خدمة هذه الشريحة الموجودة في المجتمع. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، لا تقبلوا أبدا أنكم تعيشوا في مجتمعات أو في أي مكان وأنتوا تسألوا الناس. أنا أتألم حقيقة لما يعني أوقف في الإشارة أو على عند بقالة أو عند مطعم، وتجيني ولد صغير أو تجيني أم أو تجيني بنت تمد إيدها يعني ساعدني الله يخليك، أو يحملون أوراق بديهم فيها يعني فواتير كهرباء أو غيره أو كذا، يتألم الإنسان، يتألم. أنا مباشرة يعني ما أحب أنهرها وأقول هذه البنت أو هذا روح لا تجي، هذا ممنوع عندنا في الدولة، وفعلا عندنا أنظمتنا في الدولة تمنع هذه الأشياء. لكن أنا اللي يؤلمني أن تراه إنسان أو تراها بنت يعني هي بخير وبعافية وأمورها طيبة، شو اللي يمنعها أن تشتغل؟ شو اللي يمنعك أنت كإنسان أنك اليوم تتحرك وتسعى بكل جد ومعنوية عالية وبصدق وإرادة ودعاء الله عز وجل أنك تشتغل وأنك تعمل وأن يكون عندك مدخول؟ ليش ترضى أن أنت إنسان تمد إيدك للناس؟ يا أخي الكريم، الإنسان مطلوب منه أن يسعى في الأرض، يسعى ويبذل السبب أنه يعيش وأنه يجد قوت يومه وأنه يجد المال اللي يستطيع أن يعول فيه أبناء وأهله. يجلس على الرصيف يسأل الناس، وأنا فقير ما عندي. طيب يا أخي روح، لا تسأل الناس، لا تمد يدك للناس، لا ترضى أنك تصل لهذه المرحلة. الإنسان كما جاء في الحديث ويعني وما يزال رجل يسأل فلان وفلان، هذا يعطيه وهذا يرده، حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه يعني قطعة لحم من كثر ما أنا يسأل الناس. يعني وجهه أصبح ما له وجه، يحط عينه في عيون الناس بسبب ما أنا من كثر ما يسأل الناس، وليس في وجهه قطعة لحم، غاب، اختفى وجهه. الطهر والعفة وعزة النفس ذهبت من كثر ما يسأل الناس. يا أخي روح، يعني كما جاء في الحديث يعني حتى لو الإنسان يحتطب، شو يحتطب؟ يحتطب يروح يقطع شجر ويجمع حطب ويجلس يبيعه في السوق. لا تسأل الناس، لا تسأل الناس. ومن هنا أنا أوجه رسالة لبعض الأباء والأمهات، وهذه الظاهرة موجودة وشاهدناها. البعض شو يسوي يا أخوة؟ يروح ياخذ عنده بنت صغيرة في السن 13-12 سنة، يلبسها وكذا، يلا يا بنتي روحي. الأم تجلس بطرف الجدار متخبية وترسل بنتها عند باركنات المطاعم والكافيهات، تخلي بنت يعني تمد يدها للناس وعطوني وعطوني. أنت كإنسان ترى هذه البنت ينكسر قلبك تعطيها، فتجعل بنتها معرضة للمهانة وللذل والانكسار عند إنسان قد يهينها، قد يحتقرها وقد يعطيها، وهي جالسة في طرف تراقب بس من بعيد. جات البنت حاملة أموال، ليش ترضي لنفسك ولعرضك ولبنتك أن توصل لهذه المرحلة؟ أنت إنسانة مسلمة عفيفة طاهرة، ارفعي راسك فوق. الدول اللهم لك الحمد والمجتمعات، وعدنا في دولتنا حرسها ربي من كل سوء، يعني وجدت فيها الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية، الهلال الأحمر ودار البر وبيت الخير، والمؤسسات الخيرية لا تعد الموجودة عندنا في الدولة، وكلها تحت رقابة ونظام في الدولة، والأموال تذهب لمستحقيها فعلا. روحوا يا جماعة الخير، مدوا يديكم، اسألوا، قدموا أوراقكم لهذه الجمعيات. يا جماعة الخير احنا محتاجين، احنا عندنا فواتير، عندنا إيجارات، عندنا مرضى، وفعلا يساعدون. هناك برامج تلفزيونية موجودة اليوم على الشاشات فقط لسد يعني حاجة الإنسان المحتاج. لا ترضى أنك تعيش، للأسف أن البعض شاف أن هذا مدخول ولا يفكر يوم من الأيام أنه خلاص يتركه.
شاف انه فعلا في فلوس, وفعلا فلوس في ناس اليوم المجتمع يعيش عنده خير. شو يعني ان انا اعطيه هذه 50 درهم البنت او هذا الولد صغير اعطيه 50 درهم, هذا بيعطيه 10 ريال, هذا يا جماعه يرجعون البيت عندهم فلوس. البعض منهم كشفوهم يعني الجهات المختصه عندهم ارصده في البنوك. فعلا هو بدا فقير محتاج, شاف فلوس والله فلوس طايحه في الشارع, كل حد مد ايده اعطاك, مد ايده اعطاك شوي ولا ارصده, صارت تجار من وراء شوي يا اخوه, من وراء سؤال الناس. فلا ترضي اخي الكريم انك تعيش دليل بين يدي الناس, تمد ايديك عطني وعطني, هذا يعطيك وهذا يردك. النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرسه في كيفيه التعامل مع الفقراء, في كيفيه التعامل مع المحتاج. عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا اكل الاكل ما فاض من الاكل يتصدق به ويعطيه للمحتاج الفقير. لا ترمي يا اخي. اليوم من المبادرات الجميله اللي رايناها, تجد بعض البيوت حاطين ثلاجه برا البيت. الاكل اللي زاد, لما نقول الاكل اللي زاد حتى ما يفهمنا البعض يقول ها شو انت تحتقروا الناس تعطوا الاكل بقاء الناس بقايا طعامكم. لا ما نقول احنا الاكل اللي انت متعبث فيه وماكل منه وحطيته بكيس, لا يعني انسان عنده يعني طلب اكل, طبخ اكل وزاد في الجدر موجود اكل ما ينرمى يا اخوه, ينحط في عيش وفي صحن ويترتب وكذا, ينحط في ثلاجه عند باب البيت. فعلا اصحاب البقالات والمساكن الفقراء يمرون ياخذون هذا الطعام ويروحون, ثلاجه مفتوحه لا فيها احراج للشخص ولا فيها احراج لك ولا دق الباب ومد ايديه ولا حاجه. يمر في الشارع شاف الثلاجه فيها اكل شل الاكل وراح, ما عليك الا غير انك تسخنه وتاكله, اكل نظيف ومرتب. وهذه يعني هذا شيء جميل لما الانسان يسلكه. عندك اليوم يعني خلف بيتك بجنبك جيرانك فقراء مساكين عمال غيره, اي شيء يزيد عنك اخي نظفه ورتبه وكذا, تفضلوا يا جماعه خير كلهم, لا ترمي شيء. وهذه سنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك هذا الطريق. لما ترى انسان فقير يمشي بجنبك يمشي امامك لا تعطي ظهرك وما تسوي له اهتمام. كان صلى الله عليه وسلم يوما يجلس مع بعض اصحابه فراى وناس دخلوا من مضر, وراى النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابهم واضح عليهم الفقر, يعني مساكين ثياب يعني مشقوقه وحاله ورثه وحالتها حاله. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم زعل. قام النبي صلى الله عليه وسلم نادى بلال, يا بلال أذن للصلاة. أذن للصلاة, قام النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خطب فيهم ويلس يحثهم على الصدقة وعلى مد يد العون لهؤلاء المساكين والفقراء. فيعني تدافع البعض من الصحابة وقاموا, منهم من أخرج الطعام, منهم من أخرج الثياب, منهم من أخرج المال, منهم إلى أن تجمعت كومة كبيرة من احتياجات هذول الناس اللي جو. فقام صلى الله عليه وسلم ورأوا في وجهه السرور والبهجة, ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل فيها إلى قيام الساعة, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل فيها إلى قيام الساعة. من سن في الإسلام سنة حسنة, النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة جاءت في حث الناس أن يساعدوا المحتاج والمسكين. قاموا الصحابة وبادروا أول من بادر في سد حاجة هذول الناس اللي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم, فهم أول من بدأوا. فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام, لا يفهم من هذا الحديث يا إخوة أن إحنا نبتدع في الدين ونأتي بأشياء سنة حسنة. ليش أقول هذا الكلام وأنا شوي لازم أطلع برا شوي ونفصل في حاجة مهمة ثم نعود من جديد لمحور كلامنا اللي نبغي نتكلم فيه اليوم. البعض يأتي بالبدع والخرافات في الدين, وهي على ظاهرها عمل مستحب وجميل وأجر وقرب إلى الله عز وجل. يا أخي ليش تمنعني أنا ما سويت شيء أنا؟ لا يا أخوة, هذا الدين كامل, هذا الدين قد أكمله الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم, خلاص هذا الدين كامل انتهى. فما في داعي للإنسان يزيد فيه ويمطط فيه, لا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من حديث عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدع، باب البدع إذا فتح حدث ولا حرج. ما ينبغي الإنسان يا أخوة إلا يتعبد الله عز وجل بما شرع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان اللي في الخلف، هذه تسمى الطواحن. تمسكوا بالسنن من هنا. ليش؟ لماذا قال صلى بالنواجذ؟ ليش ما قال هنا بالأمام؟ لأن لما تمسك الشيء من الطواحن هذا يكون المسك قوي، فكأنه يقول لك صلى الله هكذا تمسك بالسنن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم ماذا قال؟ قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تتعبد الله على مزاجك. يجي واحد يقول: يا أخي هي صلاة المغرب كم؟ 3 ركعات. قالك: لا أنا ما بصلي 3 ركعات، أنا أبغى أصلي، خلني أصلي 4. فلان شو تسوي؟ يا رح فيني قوة الحمد لله، خلني أنا بصلي 4، الأمور طيبة ما في شيء، شو فيكم أنتم؟ أنا بصلي 4 ركعات الأجر. أنا يا جماعة الخير، ظاهر الشيء خير ولا شر؟ خير. شو سوي الرجال؟ يصلي، يركع ويسجد ويريد الله عز وجل. لكن هل وافق الصواب في فعله ولا وافق الخطأ؟ عفوا، وافق الخطأ. ليش؟ لأن هذه عبادات، والعلماء يقولون الأصل بالعبادات التوقف حتى يرد فيها الدليل. أي عبادة تريد فيها القرب من الله عز وجل لابد أن تتوقف أمام هذه العبادة وما تخطي هذه الخطوة. أول تسأل في دليل على هذا الفعل أو لا؟ هل رسول الله أمرنا؟ هل جاءت السنة بذلك؟ هل الله أمرنا؟ أمرنا أهلا وسهلا، قدم خطوتك وروح. ما أمرنا ولم تثبت في السنة والأخبار والآثار، توقف. توقف. عليكم بآثار من سلف، لذلك يقولون يعني فقد كفيتم. هذا الدين قد يعني إحنا مكتفين فيه، كل شيء موجود. النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا، كل شيء حذره منا الشر. فلا يعني تخترع لي أمور وتسوي. واحد يجي الحين الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ها 33 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا واحد قال: يا أخي أنا بقولها 50 مرة. عفوا يا أخوان. يا واحد قال: أنا بقولها 50 مرة. خلني أضرب لك مثال. أنا الحين كحيت، وكحيت حقيقة مش تصنعا، لا لكن استحضرت الشيء الحين. أنا كحيت، أنا قلت الحمد لله. المصور هذا ماسك الكاميرا قال لي: يرحمك الله، شو رأيكم في هذا الشيء؟ بما أننا جالسين نتكلم إحنا عن البدع والمحدثات، شو رأيكم في هذا الفعل؟ في شيء؟ أنا قلت الحمد لله، ما قلت شيء. أنا قلت الحمد لله يا أخي، كحيت وقلت الحمد لله. الرجل قال: يرحمك الله. نقول له: أنت أتيت بالبدع، هذه هي صور البدع. ليش؟ لأن جاءت السنة. ما كان رسول الله يقول الحمد لله إذا كح، كانوا يقولون الحمد لله إذا الإنسان عطس، ويقولوا يرحمك الله إذا عطس، مش غيره. بعض الصحابة سمع البعض يعطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال من سمع، قال: والله ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألك سؤال، شو قال الرجل؟ صلى على النبي، الرجل صلى على النبي يا إخوة، عمل حق فيها حاجة؟ الرجل صلى على النبي، نقول له نعم فيها حاجة، لأن أنت أتيت بعبادة مخصوصة في وقت مخصوص لم يرد فيه الدليل. إحنا نقول لك رسول الله علمنا إذا الإنسان عطس يقول الحمد لله، ما يقول والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الصلاة والسلام على رسول الله لها موضع ثاني، لها مكان ثاني، بدون مناسبة صلي على رسول الله ما في حرج، لكن أنت ربطها بفعل معين ألا وهو بعد العطاس، نقول لك لا يا أستاذ وقف، إن وقف. وهكذا يا إخوي الكرام قس كل العبادات، العبادات الأصل فيها التوقف. إنزين نرجع، شو يعني من سنة في الإسلام سنة حسنة؟ يعني سنة رسول الله شرعها لكن ماتت بين الناس، ما حد طبقها، أنت أحيتها من جديد وعلمتها للناس. هذا نقول لمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل فيه، يعني علمها
سنة حسنة يعني شرعها للناس. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول عبارة تكتب بماء الذهب. قالت من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة. يا الله كلام كبير، هذا كلام كبير وخطير. من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة. معنى كلامك لما تقول أنت أن في بدعة حسنة، شو معنى كلامك؟ معنى كلامك أن رسول الله ما بلغنا الدين كله. أنت الحين جبت دين جديد وإضافات في الدين، فأنت اللي كملت الدين. إذن الموضوع خطير يا أخوة. أرجع وأعطيكم قاعدة حتى نطمئن، الأصل بالعبادات التوقف حتى يرد الدليل في ذلك. واضح؟ واضح. طيب خلونا الحين نمشي ونشوف يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الفقراء والمساكين والمحتاجين. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة يا إخوة مع كل أحد، مع كل أحد صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي ذكرناه لما خرج الصحابة ويعني أخرجوا ما عندهم من صدقات ومن عطايا لأصحاب مضر لما رأوهم وعليهم يعني أثار الفقر والحاجة، هذا الحديث لا تجعله يمر هكذا مرور الكرام، لابد أن نخرج منه بفوائد وعبر. يعني من أعظم الفوائد والعبر اللي نخرج فيها في هذا الحديث أن لابد أن نتعاون في سد كل محتاج، سد وإعانة كل إنسان محتاج فقير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال يعني مثلا الله يعطيكم ووفقكم إن شاء الله، لا، قام خطيبا وحث الناس بالصدقة. أنت اليوم يمكن تعرف إنسان فقير، صاحبك، صديقك، زميلك، جارك، يا أخي، أخوك، ابن عمك، زميلك، تعرف أن هذا الشخص متضرر، تعرف أن هذا الشخص يا أخي يمر بظروف مادية قوية جدا، متعسر الرجل، يسوي عمره ما يسمع، الرجل هذا يلمح وها يسوي عمره يتصل فيه ما يرد عليه. يا أخي إذا أنت ما تستطيع، وسيقف معنا أثر الآن، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الضيوف ما استطاع يكرمهم، يا أخي أرشدهم لناس آخرين. أنت اليوم يا أخي الكريم إذا ما استطعت أن تساعد هذا المسكين، يا أخي حث غيرك. أنا أعرف أن أخوي مثلا إنسان الله فاتح عليه وعنده فلوس، أنت تعرف أن أختك، أن أمك عندها فلوس، عندها خير، تستطيع تساعد. ابن عمك فلان، سلام، كيف يا أخي سمعت أن فلان والله متضرر مسكين وعليه ديون ونبغي نساعده شوي، بمعقول؟ أي والله، شو رأيك أنا وأنت يعني نتفق كذي ونجمع ونعطي؟ يا أخي ما أجمل هذا الشعور إذا كان موجود في حياتنا، ما أجمل هذه المشاعر الجياشة لما تتحقق ونطبقها في أرض الواقع مع من يعيشون معنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. يا أخي خليك فاتحة خير. في إنسان الحين يسمعني هذا الشخص أنا أبغيه يتزوج، ودائما أقول ها متى بتخطب ومتى بتتزوج؟ أنا من باب تشجيعه، من باب إدخال الفرح، من باب يا أخي أبغي أشعرك نحن أخوانك. أنا بالنفسي قلت لي يا أخي لك مني مبلغ وقدره كذا وكذا، لكن تحرك، مد يديك، روح مد يديك، مو يعني لا أطلب الناس، لا أقصد يعني روح أخطب بنت الناس، إحنا أخوانك، إحنا سند لك بعد الله عز وجل وبنعطيك. لازم من يعيش معنا يشعر أن أنت مش بروحك في هذا المجتمع، أن أنت مش وحيد وأن أنت مش مقطوع، لا، في هناك إخوة وزملاء وأصدقاء عون لك، بيقفون معك وبيساعدونك وبيسدوا حاجتك وبينصروك وراح تجد مبتغاك بعد الله عز وجل. ثم هذول الناس الصداقة هني يبين معدنها، لما تعرف أن إنسان متعثر، واقع بمصائب، واقع بمشكلة، واقع بضائقة مادية، رفع السماعة، فلان تعال. قبل فترة عرف شخص يخبرني زميل يقول يا أخي شفت فلان واقف موتره في البيت ما داوم هالأسبوع، اتصلت عليه فلان ماخذ إجازة شكلك ما داومت، قال لا والله شوية ظروف كذا. يقول ما أعرف ليش حدثتني نفسي أن هذا الرجل يعني عنده ظرف مادي منعه أنه ما يروح الدوام.
فيقول اتصلت عليه قلت تعال اركب معي شوي بغيتك ركبه. قال له اسالك بالله شو اللي خلاك ما تروح الدوام؟ قال له اقسم بالله العظيم انا ما عندي فلوس اعبي فيها بترول عشان اروح الدوام وارجع. شوف يعني الانسان لما يحس باخوانه ويحس ب يعني تعبهم وبهمومهم وغمومهم ما اجمله. مباشره رجل اخرج مبلغ ماله اعطاه قال له الحين تتحرك، اول شيء ترسل الرساله لمسؤولك انك راح تتاخر فقط والحين تروح. وفعلا اعطاه مبلغ وقال اتحرك لعملك. هذا الانسان اللي وقف هذه الوقفه الطيبه مع هذا الشخص راح ينسى هذا الجميل، راح ينسى هذا الجميل وهذا الموقف المليء بالرحمه والانسانيه من هذا الشخص اللي جاله وتعناه لباب بيته عشان يعطيه مبلغ. والله ما راح ينساها طول حياته، ما راح ينساها مستحيل. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. تجد انسان محتاج قف معه، استوى رجل وعينه. ما تستطيع عندك ظرفك، انا بروحي فقير فيصل وين اعطيه ريال؟ انت ما تعرف وضعي، انا مسكين فقير تبغيني اساعد هذا؟ انا يلا يلا ايش العمري. ما تستطيع شوف غيرك خليه يساعده، وانت تعرف لك معرفه في جمعيه خيريه، لك معرفه بانسان الله فاتح عليه، لك معرفه. يا اخي ارفع السماعه، من يسر على معسر يسر الله عز وجل له. الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. هذه نصوص نبوية، احنا مو جالسين نتكلم من فراغ، هذه نصوص نبوية. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أعرف شخص يشتغل في الجوازات، ويا ليته يسمعني الآن. هذا الشخص يقول لي والله يا فيصل من يوم اشتغلت في الجوازات وأنا أسعى جاهد أني أبحث عن الأشخاص اللي متعثرين وعملهم متعطل، واروح اشيل اوراقهم واسعى فيها يمين يسار كذا عشان اخلصها، طبعا بالقانون يعني مش خلاف النظام، عشان اخلصها. يقول والله من يومها وانا اسلك هذا السبيل في تيسير امور الناس، والله ان دعائي لا يرد. والله لو ترى ان كيف حياتي متيسره امامي وكيف انا امشي بطريق منير امامي مرتاح ما تغلق الابواب امام مطالبي. يقول لما اجد هذا الشيء وتأمل مع نفسي أتذكر وأربط الأحداث، مدام أني يالس أسعى في سد حاجات الناس الله عز وجل يسر أمري وفرج همي. لذلك أرجع وأعيد وأكرر لكم، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فاصل يا أخوي الكرام ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا إخوة يا كرام، ما فينا أحد إلا ويمر شيء من يعني في هذه الحياة بعثرات وضيقة مادية وشيء من الفقر. لكن إحنا لما نعلم كيف كان يعيش نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ وهو نبي الله يعني المختار من الله أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. كيف كان يمر بضائقة مالية وتعب شديد وكذا تهون عليك مصيبتك؟ إذا وقفنا وفتشنا في السنة ونظرنا كيف الأحداث اللي مرت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت قد تقول يعني رسول الله يا جماعة الخير شو الفقر اللي أنا وأنت نمر فيه، أو الضائق المادي، أو من يسمعنا؟ لا والله إحنا في نعيم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. أبو هريرة صحابي الجليل، صحابي يربط حجر على بطنه، يربطه على أساس أن يضغط على المعدة. المعدة أنت لما تضغط فيها يعني سديت التجويف اللي فيها، تشعر بالشبع، واضح؟ فأبو هريرة يقول والله أني كنت أفعل هذا الفعل سدبت من كثرة الجوع، وكنت أخرج من بيتي أقع خارا على وجهي بسبب الجوع، يغمى علي بسبب الجوع. ويقول يعني كنت يعني ما أبغي أسأل الناس وأقول لهم أطعموني أكلوني. قال: وكان يمر بجنبي أبو بكر الصديق فأسأله عن آية من كتاب الله عز وجل وليس لي منها شيء، إنما أريد أن يطعمني. يعني كأنه
يتكلم مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو يعني يفتح معاه نقاش يريده يقول له تعال تفضل عندي البيت ناكل أو شيء، أبو بكر الصديق مو ماخذ باله يعني رجل يتكلم عادي يسأل، ثم يعني ما يجد مبتغاه من أبو بكر الصديق يذهب، يمر عليه عمر رضي الله عنه ويفعل نفس الفعل يسأله عن آية في كتاب الله وليس المقصد الآية التي من كتاب الله، هو يريد أن يطعمه يقول له تفضل معي ولا يجد، ثم يخرج من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيراه واقع على وجه في الأرض فيرفعه ويضحك يقال قم معي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جائع فيأخذه ويطعمه ويأكله ويسقيه ويرويه. فصحابة أنت تتكلم، لكن أنا أقول لك حاجة ثانية، مش صحابة، أنا أتكلم معك عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا كرام تقول عنه عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الشهر والشهرين والثلاثة لا يوقد في بيتنا نار. شو يعني لا يوقد في بيتنا نار؟ يعني ما عندنا شيء نطبخه عشان نشغل النار، نشغل النار حق شو؟ النار تبغي لحم، تبغي رز، تبغي خبز، ما عندنا شيء. فلما سئلت قيل وما هو يا رسول الله وما هو يعني شو تأكلون أنتم؟ قال الأسودان التمر والماء. رسول الله ما في شيء، ما يأكل شيء إلا هو التمر والماء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه شهر وشهرين وثلاثة، أنا وأنت اليوم يمر علينا شهر وشهرين وثلاثة ما في بيتنا أكل، يمكن يوم يومين، الفقير المعدم يمكن يمر يوم يومين ثاني يوم بيحصل حد يعطيه من الأكل، يعني بيحاول يبحث له شيء. رسول الله خير الخلق اللي يأتيه الخبر من السماء شهر وشهرين وثلاثة لا يوقد في بيته نار، يأتيه ضيف إلى النبي، يأتي الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطعمه فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته أن عندي ضيف يعني جهزوا شيء نبغي نكرمه، فيأتي الخبر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني والذي لا إله إلا هو ما عندنا شيء إلا الماء. أنتم متخيلين يا أخو من هو رسول الله؟ زوجاته يقولون ما عندنا شيء، ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أخرى من زوجاته عندي ضيف يا أخي أبغي أكرمه شوفوا لي حاجة أطعمه، ويرجع الخبر من جديد ما في عندنا شيء في البيت غير الماء. ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم مع أصحابه من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي ضيف منو يكرمه؟ فيقوم أحد الصحابة يقول أنا يا رسول الله، ويأخذه هذا الرجل ويأخذه إلى بيته ويوصل عند الباب ويكلم زوجته عندي ضيف رسول الله نريد أن نكرمه. زوجته تقول له أنا ما عندي شيء في البيت غير الطعام البسيط وهيئته وجهزته حق أبنائي ما عندي غيره، فيقول هيئيه نومي أبنائك، ولما يدخل الضيف يبغي يأكل الأكل قليل قبل ما يوصل عند الأكل بندي الإنارة الموجودة في البيت يعني اللي الإضاءة هذه أو الشعلة اللي كانت تشتغل حتى لا يعني يتلوم ويشوف الأكل قليل، فلنتصنع أننا نأكل ونتركه هو بس اللي يأكل. وفعلا يدخل الضيف نومت أبنائها على جوعهم وتشغل الليت ويحطوا له الأكل، لما جاء بيأكل بندوا عنه الليت على أساس أنه يأكل وهو مرتاح، وهذول اللي جالسين مع أهل البيت على أساس أنهم يأكلهم ما يأكلون ينتظرون فقط حتى يشبعوا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. لما تتكلم عن الفقر هذا الفقر، وهم من؟ خيار الخلق بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمرون يعني بحالة مثل هذه. لذلك يعني الإنسان لما يقف مع مدلولات السنة والأخبار التي جاءت في الأحاديث يعني يتساءل مع نفسه شوي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم كي لا تزدروا نعمة الله، كي لا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان لا تشوف الإنسان العالي اللي فوقك اللي عايش يوميا يأكل عنده ثلاث أصناف من الطعام، لا انظر للشخص اللي ما عنده ولا صنف اصلا، ما عنده الا الخبز والشيء اللي يصير اللي ياكله. انا وانت وغيرنا الحمد لله رب العالمين عندنا ريوقنا وغدانا وعشانا يوميا، غيرك ما يجد هذا كله، غيرك ما يجد هذا كله يا اخي الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى كان
الفقير يعطيه الاهتمام في السؤال عنه وفي مجالسته وفي الدخول والخروج له. لذلك امرأة هذه فقيرة مسكينة كانت تخم المسجد عفوا، هذه المرأة مرضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة اعلموني اخبروني حتى نصلي عليها، وكانت مريضة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فقدها أصلا، يعني لما سئل عنها قال رسول الله ماتت، وهي إنسانة فقيرة كانت تخم المسجد، وظيفتها فقط كانت تخم المسجد. فلما ماتت ليلا قام الصحابة فدفنوها ليلا ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح سأل عنه فلان، قال يا رسول الله ماتت، ليش ما خبرتوني؟ أنا قايل لكم اعلموني. فقال يا رسول الله يعني كان الوقت يعني متأخر ليلا، فخشينا أن نوقظك، يعني ما حبينا أن نزعجك وكذا، فدفنها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها الآن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى قبره، إلى قبر المرأة، وقف وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تتكلم عن من؟ أنت ما تتكلم عن جارها، ما تتكلم عن زميلها، أو أنت تتكلم عن قائد دولة، رئيس دولة في وقته، كان يقف ويعني يحترم مشاعر الفقير والمحتاج، وينزل يعني لمستواهم ويلاطفهم. وقف ذهب إلى قبره ما قال هذه فقيرة، الله يرحمه الله يرحمه، لنا في ذلك أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وعلينا يا إخوة يعني أن نسلك هذا الطريق الجميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المساكين، كان يعطف لهم، لذلك كان من دعائه اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم ارزقني حب. يا إخوة حب، لما تصاحب إنسان مسكين أو تجالس إنسان مسكين تعرف مقدار النعمة اللي أنت فيها، هذا قلبك. وإذا كان في شيء من الغرور والغطرسة والكبرياء تنطمس لما تجلس مع إنسان مسكين وفقير. رسول الله كان يقول اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يا الله ما أجمل من حديث. لذلك جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يدخل الجنة الفقراء والمساكين، أول من يدخل الجنة، ما يدخل الجنة لأنه مسكين، يدخل الجنة لأن الغالب تجد المساكين يعني قريبين من الله، فيهم عبادة وفيهم طاعة وفيهم يعني تذلل بين يدي الله. لذلك جاء في الحديث إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم، لا تحتقر هذا المسكين الضعيف، قد الله عز وجل ينصر أمة بسبب إنسان فقير إذا رفع يديه الله عز وجل يستجيب الدعاء. لذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، شوف كم الوقت المتبقي بعد شوي، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، فمر رجل من القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في هذا، هذا الشخص اللي مر وهو من الناس اللي عندهم من الخير وكذا. فقال الصحابة يا رسول الله هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم يسمع له. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقير فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا، هذا الفقير اللي مر، قال يا رسول الله هذا حري به إن خطب لا يزوج، وإن شفع لا يشفع، وإن تكلم لا يسمع له. فقير هذا، شلون يحتقرون الناس، بعض الناس يحتقر الإنسان الفقير ويعظم الإنسان الغني الثري فقط. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهذا أفضل من هذا ملء الأرض، هذا الفقير أفضل من هذا عند الله عز وجل ملء الأرض منه، من هذا الإنسان الغني لو امتلوا منه هذا الفقير بروحه أفضل من هذا الغني. فيا إخوة علينا ما نحتقر أحد. لذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شر وليمة التي يدعى لها الأغنياء ويجنب فيها الفقراء،
تجد البعض إذا عنده وليمة، عنده حفلة، عنده عرس، عنده شيء، يطلع بالتليفون بس يدور اللستة اللي هم الناس القو من أصحاب القبيلة الطيبة والمال والجاه والمناصب والوظيفة والرتب، أنتوا بس تعالوا، يحدد تحديد، لا هذا لا ما أبغيه، شو أبغيه، ما منه فائدة، فقير، هذا الثاني لا هذا هذا ضابط، هذا مدير، حدد اسمه من ضمن الرسالة، وهذا فلان لا هذا فراش عندنا شاب هندي، شو أبغيه يجيب البيت ولا، وأسحب الخط بالتليفون في الأسماء، لا هذا ما هذا ما شاء الله عنده فلوس، عنده عقارات، حدد اسمه ويمشي بالطريقة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر وليمة التي يدعى لها الأغنياء ويترك فيها الفقراء. أخي تواضع، من تواضع لله رفعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأس الفقير والطفل والصغير ويحنو لهم ويتلطف معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان إنسان لما أخوة كرام يتكابر على الناس ويشوف نفسه، هذا كيف يتوفق في حياته؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. الإنسان المتكبر المتعاظم على الناس بسيارته بجاهه، يعني من المواقف الجميلة وتكلمت فيها من يومين في سنابي، كنا طالعين أنا وصديقي، الصديقي هذا اللي معي رجل صاحب رتبة كبيرة، رتبة عقيد، كنا راكبين سيارة قديمة موديل 94، واحد يمشي ورانا طيط يزمر، على قولة إخوان المصريين أنتوا بتقولوا يزمر، يزمر هي كذا يزمر، يعني يدق هرن علينا، هو الحبيب طيط وطيط شو عندك؟ فصاحبي يعني تنرفز، أنا أصد وراء واحد كاشخ وناشس العقال وكاشخ كشخ وراكب سيارة فخمة وكذا، فنزل صاحبي خلاص وقف في الطريق في الشارع ونزل، قال شو عندك؟ خير إن شاء الله. لا هو استحى شوي، يوم نزل صاحبي شافه لابس غترة وعقال وكذا استحى منه شوي، فأنا خفت أنه يصير شيء، يعني قلت خلني أنزل أدارك الموقف شوي، فأنا نزلت مباشرة معه، ها حصل خير وكذا. فهو صاحبي قال لي يعني كلمة جميلة، قال لي أخي أنا بعطيك درس في حياتك تعلمه، لا تنظر للناس ولا تقيس الناس بمظاهرها وسيارتها وكذي، قال لي ترى أنا برتبة عقيد، أنا رتبتي رتبة عقيد، لا تغرك السيارة، أنا بإمكاني الآن أجمع لك الدوريات وأدخلك في معمعة مخالفات أنت في غنى عنها. فالرجل مسكين انحرج واستحى وكذا بسبب الموقف اللي صار له. فالشاهد من القصة ومن الكلام، لا تقيس الناس بمظاهرها، احنا مأمورين ان نحترم الصغير والكبير، الغني والفقير، المسلم وغير المسلم، الصالح، اخي الاحترام مطلوب، الاحترام مطلوب ان نحترم البشرية ونحترم من يعيش معنا ونعطيهم قدرهم. شو انت عندك فلوس انت وافد، انا مواطن، انا مواطن، انت وافد مسكين، لا لا شو خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، شو يعني مواطن، انت بتدخل الجنة قبلي مثلا؟ إذا أنت مواطن وأنا وافد، هل أنت بتدخل الجنة قبلي؟ لا والله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أكرمكم عند الله اللي عنده جواز ولا اللي عنده فلوس ولا اللي عنده منصب ولا اللي عنده رتبة، لا، الكريم عند الله أتقاكم صاحب التقوى، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. بلال رضي الله عنه عبد حبشي أسود في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت قرعن عليك في الجنة. أبو جهل، من أبو جهل؟ سيد من سادات العرب، أبو جهل مش أي أحد، سيد من سادات قريش، يأمر وينهي قبيلة بالقبائل تحت تمشي، يأمرها تسمع كلامه، وين أبو جهل؟ في النار، في النار يا أخوة، ما قدم له شيء النسب والجاه والمنصب والمكانة اللي في الاجتماعي له، ما قدمت له شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا عملك بطأ بك ما جعلك تتسابق للخيرات وتكون في مصاف الأخيار، لم يسرع بك، لا تفكر أن نسبك اللي راح يقدمك، لا لا لا، نسبك ما راح يقدم فيك شيء، أسود، عربي، قبيلي، سني، ما أدري شو، هذا ما يقدم لك شيء. إن أكرمكم عند الله، الميزان يوم القيامة التقوى، هذا الميزان يوم القيامة، مش الميزان الوظيفة أو المنصب أو غيره، يكفي يا أخوة،
يكفي غطرسه وان الانسان يشوف عمره للناس. فقير يشوف ما يسلم عليه، يسلم عليه يصد عنه مسكين. بعض تجد يعني يدخل مكان مثلا عامل فيه في ديه مثلا اوصاخ او شيء، عامل جراج، عامل في كافتيريا، يسلم عليه بالطريقه هذه. او يحاول يعني باطراف صب، ليش يا ريال وسخ يا ريدك اللي ريحه وقل ليش تحتقر الناس؟ خذ بيده يا اخي، امسح على راسه، امسح على كتفه. شو المشكله؟ ايدك ما تنغسل؟ ما تتنظف ايدك؟ بلا والله انا بشتري لك صابون يا اخي، غسل في ايدك. امور طيبه وسهلات، الله يرحم والديك. لكن لا تشعر الناس ان انت تحتقرهم. بعض العماله هذول حتى وصلوا لمرحله ما يمد ايده يسلم، ليش؟ لانه شاف من خلال الممارسه ان بعض الناس يحتقر، ما يبغى يمد ايده، يحاول يلف ويدور، ما يبي يمد ايده ويسلم عليك. هذه اخلاق المسلمين؟ احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذه اخلاقنا؟ هل هكذا امرنا ديننا؟ هل هكذا نتعامل مع الناس، مع البشريه؟ ولا نحسن الى الناس ونتواضع لهم؟ من تواضع لله رفعه. الإنسان لما يتواضع للناس الله يرفعه فوق، يعتلي فوق، ما يكون مكانه تحت، لا والله فوق. فأنت كإنسان عاقل يا أخي اخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك. الله عز وجل أمر نبيه أن يخفض جناح للمؤمنين والمسلمين ولمن يعيشون. لا تولد يعني لا ترفع نفسك وتتفاخر وتتعاظم، أنا فيصل سويد، أنا مشهور، أنا عندي برنامج تلفزيوني، أنت شو مسكين، منو يعرفك؟ شو من أنت؟ أنا وأنت شو مساكين فقراء، إن لم يرحمنا الله عز وجل برحمته مساكين، نرجو رحمة الله عز وجل يوم القيامة، نرجو الله عز وجل أن يعفو عنا، فينا من البلايا والذنوب والآثام والسيئات ما الله عز وجل بها عليم، نرجو رحمة الله، عايشين بستر الله عز وجل. والله لو كانت للذنوب رائحة كما يقول بعض السلف لما استطاع أحد أن يجلس بجنبنا، وأنا أقولها على الهوى، والله لو كانت للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس أمامي من هذول اللي ماسكين الكاميرات. كنا أصحاب ذنوب وسيئات، كنا أصحاب تقصير، لكن العاقل فينا الذي يتوب ويعود من جديد ويصفي حساباته ويصحح مساراته. يا أخي يطوي صفحة الماضي المر، يفتح صفحة جديدة مع الله. ومن تاب تاب الله عليه، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لكم. علينا يا أخوة أن يعني نعيد حساباتنا في هذه الحياة، نعيد حساباتنا مع من نعيش، نعيد حساباتنا في التعامل مع البشر، مع المساكين، مع الفقراء. يا أخي كن قريب منهم، لا تشعرهم بالوحدة، لا تشعرهم بالانكسار، لا تشعرهم أن أنت ما تزن شيء ولا لك مكانة في المجتمع. لا، اليوم للأسف بعض المسؤولين إذا جاء الإنسان ابن فلان برزه في المجلس وعطه المكانة وصب القهوة وعينه وقع على طول أوراق التوقيع، تبغي وظيفة حاضر، ها فضل روح فضل، هذا كتاب، هذه توصية من عندي، خلاص أنت أبوك فلان، أبوك زميلنا وصديقنا، خلاص تفضل توقيع، إن شاء الله وظيفتك أسبوعين أنت محصلنا. خليه الفقير، قالوا مرحبا، دخل الفقير مرحبا، سامحنا سامحنا ما عندنا وظيفة، مشغولين، قدم أونلاين. قد تهربون من الناس يا إخوة، صدقني ما راح تنجح في حياتك. وهذه الكراسي وهذه الأماكن إذا ما تواضعت للناس ستزول عنك لا محالة، تواضعت ولا غيره. يا أخي اترك أثر طيب مع الفقير، مع المحتاج، مع المعدوم، تكسب فيه أجر يوم القيامة، تكون شفاعة لك بين يدي الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. الشكر موصول لطاقم التصوير ولمن خلف الشاشة، والشكر لكم متابعينا الكرام، دمتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى اللقاء الجديد الأربعاء بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.